السيدة سارة زوجة سيدنا إبراهيم أجمل نساء الأرض. السيدة سارة هي سارة ابنة هارون زوجة سيدنا إبراهيم وابنة عمه، وهي أجمل نساء الأرض، حيث لم يخلق الله امرأة أكثر جمالا منها غير حواء، وتعرف أيضا بأم الأنبياء بعدما كانت عاقرا لا تلد، ولكن الله جعل من ذريتها أنبياء بني إسرائيل. قصة السيدة سارة زوجة النبي إبراهيم. كانت السيدة سارة تنظر أن تصبح أما مثل أي امرأة، ولكن هذا الأمر لم يحدث، ولكنها ظلت صابرة تدعو الله كي يرزقها بطفل. وخرجت السيدة سارة مهاجرة من العراق إلى فلسطين مع زوجها إبراهيم، وبعدما اشتد الجفاف في فلسطين هاجرت مع زوجها مرة أخرى إلى مصر. كان فرعون مصر مائن أن يسمع عن امرأة جميلة حتى ليضمها إلى جواريه، فعندما عرف سيدنا إبراهيم أخفاها عن العيون، ولكن وصل على مسامع فرعون أن هناك امرأة شديدة الحسن والجمال في مصر، فأمر حراسه أن يأتوه بها، وإذ كان يرافقها زوجها فليقتلوه. ذهب الحراس إلى النبي إبراهيم وسألوه من برفقته، فعلم مقصدهم فقال لهم أنها أخته، فأمره الحارث أن يجعلها تتزين وتأتي إلى فرعون، فأوحى الله إلى سيدنا إبراهيم أنه سيحفظها له. وبالفعل ذهبت السيدة سارة إلى فرعون، وقبل أن تدخل القصر دعت الله أن يحميها من فرعون وألا يخذلها. استجاب الله دعوة السيدة سارة، وعندما نظر إليها فرعون انبهر بجمالها وفتن بها، وكلما حاول أن يمد يده عليها بسوء تنشل يده، فطلب منها أن تدعو ربها أن يعيد يده كما كانت، فدعت ربها فعادت يده مرة أخرى كما كانت، فحاول أن يمد يده مرة ثانية وثالثة، وكل مرة تصاب يده بالشلل، فيطلب منها أن تدعو ربها حتى تعود كما كانت، فأيقن أن لا فائدة من الأمر فتركها تذهب، وأمر بإعطائها جارية كي تخدمها وهي السيدة هاجر والكثير من الهدايا. عادت السيدة سارة محملة بالهدايا من قصر فرعون الذي خاف من دعائها وخاف أن يصاب بأي مكروه، فأكرمها فذهبت إلى بيتها برفقتها جاريتها هاجر، وأخبرت سيدنا إبراهيم أن الله نجاها من فرعون، ولكن النبي إبراهيم خاف أن يصيبهم أي سوء في مصر، وقرر أن يعود مرة أخرى إلى فلسطين. بعدما عادوا إلى فلسطين شعرت سارة برغبة زوجها بالطفل من صلبه، ولأنها كانت مخلصة جدا لزوجها أشارت إليه أن يتزوج من هاجر بعدما رأت منها الأدب والخلق الحميد. وبالفعل تزوجها سيدنا إبراهيم، وما إن ظهر عليها علامات الحمل حتى أصابت الغير قلب السيدة سارة. وبعدما ولدت سيدنا إسماعيل وأصبحت لا تستطيع أن تتحمل، فطلبت منه أن يبعد هاجر وابنها عنها. أوحى الله لسيدنا إبراهيم أن يأخذ السيدة هاجر وابنها إسماعيل ويتركهما في مكة، واستجاب إبراهيم لربه وترك زوجته وابنه في وادي جاب لا يوجد فيه ماء، كما قال الله تعالى: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي ذرع
عند بيتك المحرم. ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ومضت السنوات حتى أصبح عمر السيدة سارة 90 عاما وأصبحت عجوزا ونسيت حلم الأمومة، ولكن الله استجاب دعاءها السابق وبشرها بسيدنا وبشر سيدنا إبراهيم بمولود اسمه إسحاق سوف تلده السيدة سارة، حيث قال تعالى: وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. واندهشت السيدة سارة وقالت: كيف ألد وأنا عجوز عقيم؟ حيث قال تعالى: قالت يا ويلتا ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا: أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. وفي النهاية استجاب الله تعالى دعاء السيدة سارة ورزقها بالنبي إسحاق والنبي يعقوب، وأصبحت بذلك أم الأمين.